صدمت الأميرة رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله بخبر وفاة والدها بشكل مفاجئ. ونعى الديوان الملكي الأردني والد رجوة آل سيف، وقال الديوان الملكي: ببالغ الحزن والأسى ننعي والد الأميرة رجوة الحسين خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف. وقال التلفزيون الأردني إنه بأمر من الملك عبد الله الثاني بن الحسين يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على الفقيد 3 أيام اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 18 فبراير عام 2024 الواقع في 8 من شعبان عام 1445 هجري. وخالد آل سيف والد رجوة آل سيف زوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني هو من أبرز الشخصيات السعودية، وولد عام 1942 وهو رجل أعمال سعودي درس في الجامعة الأمريكية في لبنان وتخصص في دراسة الهندسة المدنية بعد تخرجه من الجامعة. وفور انتشار الخبر بدأت الأخبار تتضارب حول علاقة رجوة بوالدها قبل وفاته، ونقلت عدد من مواقع الإخبارية المعنية بأخبار المشاهير خبراً ما فاده أن علاقة رجوة بوالدها كانت متوترة في الفترة الأخيرة، لا سيما وبعد انتشار صور لها بالبيكيني خلال شهر العسل الذي أمضته مع زوجها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بعد الزفاف. وكانت قد انتشرت صور لرجوة وهي ترتدي لباس البحر خلال شهر العسل، الأمر الذي أثار حالة من الجدل في صفوف المتابعين الذين اعتبروا لباسها لا يليق بعائلتها ولا بعائلة زوجها. وبعد انتشار هذه الأخبار تناقلت مواقع خبراً عن توتر العلاقة بين رجوة وعائلتها، إلا أن مواقع أخرى أكدت أنها شائعات فقط وأن علاقة رجوة بعائلتها علاقة متينة ولن تمسها هذه الصور.